میں روایت حفصہی کے فراق مساہم نمبر ایک زکریہ بھوپالی کو پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ آئے اور قرآن کریم کی آیت کی تلاوت فرمائیں۔ فرق سالس مساہم نمبر ایک زکریہ بھوپالی، فرق سالس مساہم نمبر ایک زکریہ بھوپالی۔ أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أخرجوكم
أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم فقتلوا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ففدية
من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون صدق الله العظيم قرا بها الشاطبي على النفز وقرا على ابن غلام الفرس وقرا على ابي داود سليمان بن النجاح وقرا على الداني قرا الداني بها على الشيخ ابي الحسن طاهر بن غلبون وقرا على ابي الحسن الهاشمي وقرا على الاشناني وقرا على ابي محمد عبيد بن صباح وقرا على حفص وقرا على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى ما شاء الله اللہ پاک موسوع کو مزید ترقیات سے نوازیں اور مشق قرآن کریم کے باغ میں فنائیت نصیب فرمائیں کیا بات ہے اعلان کروں بس باقی موسوع پائے اور اپنا انعام آ کر حاصل کر لیں